السلام عليكم. في فيديو جديد كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نشوفوا لاكتيفيتي دو لورال لاباج 118 الصفحه 118 توجور افيك لا سيكونس 2 تسلسل رقم 2 غيديجي لو سينوبسي دي نوفيل. نتعلموا نكتبوا واحد الريزومي واحد الملخص ديال واحد القصه قصيره. اون نوفيل هي قصه قصيره كيف ما قلت لكم ياك. اكتيفيتي نشاط اورال شفهي او شفوي رقم واحد نيغوسيي لو بروجي. في هذه الحصه هذه نتوما والاستاذ غادي تنيغوسيي لو بروجي يعني غتهضروا على المشروع ديالكم اللي غتقوموا به. كيف ما غنشوفوا في هذه الحصه هذه كاينين جوج ديال المشاريع. المشروع الاول ديال القسم يعني الاستاذ والتلاميذ ديالو القسم كامل نتوما والاستاذ غادي تقوموا بكتابه يعني اون نوفيل مشتركه. اوكي كلكم غادي تتعاونوا باش تكتبوا اون نوفيل. بطبيعه الحال الاستاذ هو اللي كيديكم وكيعطيكم افكار وكيقول لكم اشنو رايكم مثلا نكتبوا على واحد البرنس. اشنو رايكم نكتبوا مثلا على واحد مثلا واحد الجنوم 32 ans était directeur d'une entreprise ou بدي وانتم كتوافقوا ايه لا ايه لا من رايي انا نديروا هذا نديروا هذا. في الاخر نتكتبوا قصه موحده في الاخر ديال هذه الدوره هذه. البروجي الثاني لانكم كتنيغوسيو البروجي غيدير لكم الاستاذ جروبات دي بتي جروب دو 4 à 5 على حسب ليفيكتيف ديال القسم. كل قسم شحال فيه كاين اللي كنلقاو فيه 18 كاين اللي كنلقاو فيه 24 كاين اللي كنلقاو فيه 36 كاين اللي كنلقاو فيه 42 على حسب المدارس او على حسب الاقسام. واش المدرسه بريفي ولا مدرسه بوبليك. وبطبيعه الحال الاستاذ غادي يقسم لي جروب على حسب ليفيكتيف اللي عنده. اذا هو العدد المقترح ما بين 4 و5 حتى ل 6 لي بيرسون. ما تكونش 3 وما تكونش 6 او اكثر من 6. اذا غيكون 4 وغتكون 5 تلامذ. هذا هو الجروب اللي مزيان. اذا غنبداو مع نيغوسي لو بروجي يعني نناقشوا ديك لو بروجي ونتكلموا عليه نتفاوضوا عليه. Je comprends et je planifie. أفهم وأخطط. أخطط ليش؟ البروجي المشروع ديالنا. المشروع شنو هو؟ هو كتابة قصة. كتابة غادي يجي إن نوفيل وفيها كما قلت جوج ياك جوج يعني واحد ديال لا كلاس يعني قصة ديال لا كلاس الأستاذ مع التلامذ ديالو وقصة كل جروب أنت والأصدقاء ديالك أنت وديك الثلاثة اللي معاك ولا ديك الربعة اللي معاك. ونتي ودوك الثلاثه الدريات اللي معاك اولا الربع الدريات اللي معاك. اذا نحاول نفهمو وغنعطيكم واحد ليكزامبل وانتوما غاديين طبيعه الحال تقترحوا اما تخدموا على هذا اما من رايي انا تبدعوا نتوما وتشوفوا داك الشيء اللي انتريسين به داك الشيء اللي كيهمكم واللي تفرجتوا في الافلام وتفرجتوا في الرسوم المتحركه كلشي داك الشيء غادي ينفعكم. دابا هذا هو الدور ديالو هذا هو الوقت ديالو انكم تجبدوا وتبدعوا وتجبدوا الافكار اللي عندكم والمخيله ديالكم خدموها مزيان لان غتنفعكم في كتابه القصه. جولي لانتيتولي دي بروجي سويفون. اقرا العنوان ديال المشروع التالي. اوكي برودوير اون نوفيل بور بارتيسيبي ا ان كونكور. اذا حنا في هذا شنو هو؟ هذا هو لا كونسين هذا هو المطلوب منا هو اللي غنخدموا عليه. برودوير اون نوفيل بور بارتيسيبي ا ان كونكور يعني نكتبوا نتجو انتاج واحد القصه نتجوها يعني نتخيلوها نكتبوها واحد القصه طبيعة الحال اون نوفيل كورت يعني قصه قصيره سامبل بسيطه بور بارتيسيبي ان كونكور يعني باش نشاركوا بها في واحد الكونكور في واحد الاختبار في واحد الامتحان اللي غيشاركوا فيه غيكون عندنا بليزيور كانديدا كانديدا اي كانديدات اي شاك كانديدا او كانديدات فا نو بريزونتي فا بريزونتي ce qu'il a rédigé, ce qu'il a fait. Il va présenter sa nouvelle, sa petite nouvelle qu'il a produit ou bien qu'il a rédigé. Ok. Je prends connaissance du projet de la classe et du projet du groupe. Voilà les gars. Qui est maintenant projet de la classe? Et de voir les gars de travail. والبروجي ديال الجروب انا والجروب ديالي كل واحد مع الجروب ديالو. هنا كما قلت لكم 3 ا 4 ايليف ياك ما بين 3 حتى 4
التلاميذ. اوكي، وهذا البروجي ديال لا كلاس يعني معكم الاستاذ فيه، غادي يشارك معكم فيه هو اللي غادي يجيديكم ويكتب لكم يعطيكم الاحداث ويعطيكم يقترح عليكم. جو برون كونيسونس دي جور دي كري ا برودوير، يعني نعرف شنو هو النوع ديال الكتاب اللي غادي ننتجو، يعني نجي طبيعه الحال واللي كنقراو دابا كنقراو لا نوفيل، دابا حنا كنقراو لا نوفيل، اذا صافي دابا حنا عرفنا اش كنقراو، كنقراو لا نوفيل. اوكي، لا نوفيل اي نوفيل، صافي هادي نوع الكتابة. هي شنو هي اللي غنتجو؟ شنو هي هاد نوع الكتابة اللي غنتجو؟ شنو هي؟ هي لا نوفيل، هي هاد. اوكي، حنا عرفنا دابا شنو هو النوع. مادام قرينا حنا في الطابلو سيتياسيون ستابل ايفينمون ان اتوندو لي زيفينمون سوليسيون سيتياسيون فينال، هاديك لا ستركتور اللي جبدنا اون 5 ايتاب، هاديك لا ستركتور البنية السردية ديال خمسة المراحل. اذا ديال هادشي كامل اللي كنقراو في الدورة الثانية ديال لا نوفيل. الله يرضي عليكم، تبعوا مزيان وحلوا الاذهان ديالكم والافهام ديالكم والعقول ديالكم. جو برون كونيسونس دي موداليتي دو ترافاي، شنو هما لي موداليتي دو ترافاي بور لو بروجي دو كلاس، ياك يعني كيفاش غادي نخدمو حنا مع البروجي ديال لا كلاس مع الاستاذ. بور لو بروجي دو جروب، يعني البروجي انا والاصدقاء ديالي كيفاش غادي نخدمو، كيفاش غادي نوزعو المهام ديالنا. جو بارتيسيب على كونستيتيسيون دان جروب، اذا انا غادي نشارك في انشاء في تكوين واحد المجموعه اللي قلنا ديال 3 حتى 4 تلاميذ. انت مثلا اولا انت غتقول انا بغيت نكون مع عبد الصمد، انا بغيت نكون مع خالد، انا الدريه مثلا تقول انا بغيت نكون مع نزهه، انا بغيت نكون مع مريم، انا بغيت نكون مع علاء، انا بغيت نكون مع محمد. يعني كل واحد يختار الاصدقاء ديالك 3 حتى 4 اصدقاء صديقات ديال القسم اللي غادي نكونوا بها pour contre la constitution d'un groupe. On tourne le groupe ما بين 3 حتى 4 ديال لي زيلاف. اوكي، على حسب الاقتراح ديال الاستاذ شحال غادي يقول لكم، واش 3 ولا 4 ولا 5 ولا على حسب ديك الاقتراح. اوكي، غادي نمشيو دابا جو في دي بروبوزيسيون، يعني نقترح دي بروبوزيسيون، نعطي اقتراحات، اما الاقتراحات ديال التلاميذ اللي بغيت نكون معاهم او الاقتراحات ديال البروجي. علاش غادي نكتبوا استاذ حنا بغينا نكتبوا في البروجي ديال لا كلاس نهضروا على واحد الشاب كان في البحر وكذا وطرا ليه مشكل وكانوا غاديين يغرقوا، في الاخر مشى لواحد الجزيره ومن بعد ديك الجزيره غادي يلقاو واحد الغابه لقاو فيها الفواكه وغياكلوا فيها التفاح وغياكلوا فيها البنان وغياكلوا فيها العنب، غيلقاو الداليه تاع العنب مدلين، وشو شويه غادي تجي واحد الطياره غتبان ليهم وواحد السيد غيقترح عليهم، غادي يكتبوا يقول لهم نكتبوا وسكور بالاوراق ديال الاشجار اليابسه ونشعلوا فيها العافيه وطلع داك الدخان ديالها، والطياره اللي دازه الفوق بحال هكا غتبان لها وسكور بالعافيه، اولا نكتبوها في الرمله مثلا نكتبوا وسكور كبيره فيها مثلا واحد 50 متر وسكور كبيره باش الطياره اللي دازت تلقى وسكور او شنو هي هذيك كبيره مكتوبه، يقلبوا بحال هكا كيبان لهم واحد بنادم صغير كاين بنادم تما كيطلبوا النجده وصافي ويجي الانقاذ. يعني اقتراحات هادشي كامل ممكن نقترحو. اوكي، جو برودوي جو بارتيسيب ا فير دي بروبوزيسيون بور لي دو بروجي، اذا قالك انا انشارك باش نقدم اقتراحات بور لي دو بروجي. اللي قلنا دو بروجي شكون هما؟ بروجي دو لا كلاس بروجي دو جروب. اوكي، بروجي دو كلاس ابروند ا اكريغ اون نوفيل، يعني بروجي دو لا كلاس نتعلمو فيه كتابه قصه، هما يعطيونا الطابلو وهذا الطابلو هذا هو اللي شرحناه في الحصه الاولى اللي كتبت معاكم ديال البنيه السرديه ديال خمسه المراحل. ايطاب دو لا نوفيل سيتوياسيون ستابل هي الحاله البدئيه، يلا غتبدا عندنا القصه طن غتحل الريدو تاع السينما كنتفرجوا في السينما، غادي يبان لينا البيرسوناج برينسيبال لي بيرسوناج سكوندير كلهم كيتعرفوا كنا تعرفوا عليهم، هذا سميتو المعطي، هذا سميتو عبد العالي، هذا سميتو الجيلالي، هذا سميتو حنان، هذه خديجه، وهادو كاملين كنتعرفوا عليهم، وهذا شحال لاج ديالو، وهذا فاش خدام، الميتي والستاتيو سوسيال، هادشي كامل كنعرفوه على لي بيرسوناج، لانهم هما فين كاينين عايشين، في واحد الفيلا، في واحد الفيلاج، في واحد القريه، في واحد الكوخ، في واحد الكهف، في واحد الجبل، في واحد البحر، يعني لو ليو لو طون امتى، يعني في شهر 9 شهر 7 في الصيف في الخريف في الشتاء في الربيع في البحر، يعني البحر هذيك لو ليو
لو طون قلنا في الخريف، في الربيع، في الشتاء، في الصيف، في جويي، في اوت، في ديسمبر، يعني في 1944، في 2003، يعني بحال ما كان ندير واحد لو طون اللي بغينا حنايا. هذه هي نتعرفوا فيها هذا الشيء كامل في سيتوياسيون ستابل، يعني كل شيء كالم، كل شيء اون ايكيليبر، كل شيء ما كان حتى شي مشكل، كل شيء كيضحك، كل شيء فرحان، كل شيء راشق عليه، كل شيء ناشط. واحد شويه غيجي لينا ليفينمون ان اتوندو، تران هاد ليفينمون ان اتوندو كي انونس ان شونجمون دون لو ريسي. هنايا كانت لو ريسي كانت عندنا كل شيء كالم، كل شيء زوين، كل شيء عايش فرحان، كل شيء هاني، وغيجي هاد ليفينمون ان اتوندو، هاد الروحاني هذا هو اللي غادي يشقلب لينا هاد الحكايه كامله. غادي يقولنا تعالوا انتم باغي تبقاو عايشين بحال موكا ديما، الله غنطرى عليكم هاد المشكل هذا، وغيطرى واحد المشكل. نعطيكم مثلا واحد المشكل، يا سيدي كانوا الناس في البحر صافي، مشاو حطوا حوايجهم وكذا، ومشاو الناس كيعوموا، والعائلات وكل شيء، والعيالات والرجاله، وش مديرين الخيمات ديالهم، وناشطين وكذا وفرحانين، وكيشربوا القهوه، كي المريح لهيت تماك راه هو كيقرا الجورنال، كل شيء عادي كالم. واحد الوقيته المراه يتغوت، ولدي طن دري صغير، مالك يا لاله؟ ولدي اختفى، ما عرفناش اشنو طرا ليه. اواه كيدير لابس ولدك؟ كيدير لابس؟ اش كان؟ قداش؟ شحال في عمره؟ غادي توصف ليهم مدير كاسكيطه اورونج، و كان لابس واحد تيشورت ازرق، وفي واحد في واحد لابال بالحمر، وكان لابس واحد المايو ولا شورت صغير، يعني لابس واحد المايو احمر، وكان لابس واحد البالغينه، ولا لابس واحد سبادغي. وتبدا توصفوا ليهم وصافي، وغبدوا كل شيء كيجري. علاش داك البحر صافي كله غيتشقلب، كيقلبوا على الدراري، السيكوريتي كيقلبوا، هذاك لي متر ناجور كيقلبوا، الناس كيمشيو كيجروا على البوليس، واش لقاو شي واحد جاب لكم شي دري صغير؟ والبوليس سواه راكب على الخيل وغادي كيقلب وكيصفر، تخرج حيد ليا من تماك، فهمتوا؟ يعني كل القصه غادي ترون، كل شيء كان ناشط في الاول، كل شيء كذا، ولكن من هرب من ديك الدري تختفى، ما عرفوه واش غرق، ما عرفوه واش شفروا شي واحد، ما عرفوه واش مشى طلع للطريق الفوق، والله يسر تقدر تضرب ترى لي شي حادثه، ولا يديه شي واحد، ولا شي واحد مثلا يبغي يدير في طاعه الله، مثلا يقلب على والديه، صدق غادي يبيه لبلاصه اخرى، وهي بلا ما يدري. يعني هادشي كامل، هذا هو ليفينمون ان اتوندي، الحدث المفاجئ اللي كيجي كيغير ليا هاد لا سيتوياسيون ستابل، الحاله البدئيه. هادشي كامل اللي قلت لكم انا البوليس وكذا وكيقلبوا، هادشي كامل طان طان طان، حيت قلنا ليفينمون ان اتوندي شنو هو؟ فجاه الدري اختفى، يا هذا ليفينمون ان اتوندي. وهاد الاحداث كامل اللي قلت لكم، مشاو كيقلبوا على الدري، والبوليس كيصفروا، لي متر ناجور كيقربوا في البحر، هادو كتسموا احداث لي زيفينمون. لا سوليسيون ويجي واحد خينا ويقول لها لا 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 لا، هذاك الدري اللي قلتي مدير كاسكيطه اورانج، اي اي يا سيدي واش بان لك، ولابس واحد ولابس واحد تيشورت ازرق وفيه واحد الباط حمراء، اي هو تقول لي راك صدمتيني، راه هو هذاك ولدي، راه هو هذاك. كيقول لها عاب شويه عليك، لا عاب شويه عليك، راه هذا ولدك، راه شاده واحد المراه شيبانيه اللي هي كتقلب وكتقول لهم ديال من هذا الولد، وراه ما عرفاتش، راه باقا شاده، فين 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 فين، تعالي معايا تعالي. ومشاو بحال موك، هذيك هي لا سوليسيون. المراه مشات خدات الدري، مشات عند ديك الشيبانيه، ولدي 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 كتعنق فيه وتبوس فيه وكل شيء، وغتجيبوه بواه فرحان، والناس كيبكي وكيعنقوا فيها، وكيقول لها على سلامتك يا لاله، على سلامتك، منين لقيتيه؟ على سلامتك. والبوليس يجيو عندهم ويقول لها وعلى سلامتك يا لاله، ولكن حدي ولدك ما تخليش، انتم راكم بعقلكم زعما تخلي وليداتكم كيجروا في الزنقه بحال موكا، وهاد المره غادي نحملك مسؤوليه لاله، انت راك عارفين، المهم انتم راكم عارفين البوليس ديالنا كيفاش يتعامل. المهم راه داروا المجهود ديالهم، قلبوه ما لقاوش، ملي لقاتو هي راه خصهم يوبخوها حتى هي باش تجمع راسها شويه، لان المره تلقى ولدها ما يمكنش عاوتاني. اوكي دابا فهمت القصه، دابا القصه هذه اللي عاودت لكم انايا، سيتوياسيون فينال هي باش غتجيبو تماك، غتجيبو حدا بابا وحدا الخيمه فين في مديرين ديك لاطون ديالهم وديك، وصافي وغادي يكملوا النهار حتى العشيه، يديروا كاسكروت ويهزوا الطوموبيله وغادي يرجعوا للدار، وسالت القصه. اذا هنايا ما كاين حتى شي مشكل بحال هذه، ما كاين حتى شي مشكل في السيتياسيون انيسيال كي الكالم، والسيتياسيون فينال كي الكالم، هنايا كالم، هنا ترونكيل. اوكي في الاولى وفي الاخرى، واحد وخمسة، الكالم الكالم. ايفينمون ان اتوندو هو الحدث المفاجئ اللي كيغير لينا، هو المشكل، هو الدري الصغير من اختفى. عقلوا القصه اللي قلت لكم، لي زيفينمون هما ديك الاحداث، الناس كيقلبوا، البوليس كيصفروا، لي متر ناجور كيقلبوا في البحر وكذا. لا سوليسيون من يجي عندهم واحد خينا وقال لهم
راه لقيت ولدكم راه بهذه المواصفات اللي قلتي راه عند واحد المرأة الشيبانية. سيتياسيون فينال المرأة ملي غتجيب ولدها وغادت يعني غاديين يفرحوا كدا وعلى سلامتك وهادي وغادي يرجعوا للدار ناشطين. اذا هنا ناشطين هنا ناشطين، وهنا المشكل كله كاين في ليفينمون ان اتوندي، كاين في لي زيفينمون ولا سوليسيون بطبيعة الحال. الحل ديال هاد ليفينمون ان اتوندي، الحل مني قال ليهم راه الدريه راه كاين، فهمتوا كيفاش؟ اذا انا غنعطيكم دابا واحد ليكزامبل كتابه. انا عاودت لكم هاد القصه بالعربيه بحال معكم باش انت اي قصه غتبغي تكتبها غتفكر بخمسه المراحل. اول حاجه كل شيء مزيان، من وراها غيطرى واحد المشكل غيغير لنا داكشي اللي كان مزيان غيتخربق، من وراها غطرى احداث واحداث، من وراها غيجي الحل، ومن وراها غترجع عاوتاني ما كاين حتى شي مشكل بحال الاول. دابا ولا الا لاحظتوا هنايا في البروجي ديال الجروب حتى هو نفس المراحل، نفس المراحل هايا، غير هادي غنخدموها مجموعين وهادي غنخدموها انا الجروب ديالي. سيتياسيون ستابل ايفينمون ان اتوندو، يعني اللي كي انونسي ان شونجمون دون لو ريسي ولي زيفينمون هما الاحداث، لا سوليسيون هو الحل، سيتياسيون فينال بحال سيتياسيون ستابل. هادي كنسمى سيتياسيون ستابل ولا سيتياسيون انيسيال، البدئيه النهائيه بحال اما تشوفوا سيتياسيون ستابل او لا سيتياسيون انيسيال. ملي غطلعوا طبيعة الحال الترونكوما وغطلعوا السيزيام اني غتقراو هادشي غتلقاو سيتياسيون انيسيال ما تلقاو سيتياسيون ستابل. اذا هي نفس التسميه اوكي، غير للمعلومه للافاده باش تبقاو واقعين عليها وصافي. اذا انا غنحاول نكتب لكم اما هذه اما هذه، غنعطيكم يعني حاجه وحده وانتم راه تكتبوا طبيعة الحال على اي قصه اللي بغيتو ياك. انا هنا كيبان لي ما كاينش اسباس بزاف، ما عرفتش واش نكتب هنا ولا نجبد لكم الورقه. وتبعوا معايا في الورقه احسن، انا غنكتب على هي الورقه ما وجدتها بريباريتها من قبل وغادي نشرحها لكم مزيان اوكي. واخا هذه قلنا سيتوياسيون ستابل ياك، غنهضروا على سوندريون. هذه السي، سي ماجيسكول اوكي، سي ماجيسكول هادي ماشي الال، لا ماشي الال، هادي السي. سوندريون هذا سيتوياسيون ستابل اش كتكون فيها؟ كنعرفو شكون هما الشخصيات، لي بيرسوناج برينسيبو اي بيرسوناج سكوندير. سوندريون وعندنا لا بيل مير هي زوجة الاب، مرت بواها سوندريون. دو في سور، دي بيل سور، هادو دي بيل سور يعني بنات هاد المرأة اللي خداها بواها، ما كيتسموش دي سور، ماشي خواتاتها، ربايبها يعني خوتها من خوتها من بواها ياك، خوتها من بواها يعني بواها من يتزوج بهاد المرأة هادي ولات بيل ميغ يعني ماشي مها، زوجة الأب، وهادو خوتها من بواها كيتسمو دي بيل سور دو في ياك. وعندنا لو برانس، الامير حتى هو شخصيه رئيسيه. ليفينمون ان اتوندو، في ليفينمون ان اتوندو غنديرو لو برانس اورغانيزا ان بال، لي جون دو فيلاج كونفي، كلشي هنا كان عادي في الدار، مسكينه سوندريا هي الخدامه تاع الدار، مهمين اللي ضربات تامر وكلشي، وهادو مقابلين غير الدفران والصباغه ديال الدفران ويديروا لي ميش ويمشطوا كاع نهار مقابلين المرايه، وهادي كضرب على هادي الكورفي ومهليه في هادو، ضاربه على سوندريا الكورفي ايوا ومهليه في البنيتات ديالها الغزالات الزوينات والصباغه والريحه وهادشي اوكي. لو برانس نظم لنا واحد البال، واحد الحفل، حفل راقص، بال هو حفل راقص، لي جون دو فيلاج كونفي ولا انفيتي، يعني كلهم ديك الناس تاع ديك القريه تاع ديك الفيلاج كلهم عرض عليهم هاد لو برانس. ولكن سوندريون ملي بغات تمشي قالت ليها ما قالت لها ما تمشيش، تاع خدامه عم مسخطه مريحه في الدار، وغادا تهلا في بناتها وكذا وغادا تكوافيهم وكذا تبيني لي شوفو ديالهم وهذا ودير لهم الصباغه ودير لهم الريحه وتقول لهم وبانوا مزيانين باش يبغيكم لو برانس وياخذ فيكم شي وحده. لي زيفينمون شكون اللي كان في ديك الاحداث؟ كانت فيها لا بيل مير وكان فيها لي بيل سور، اش كانوا سو بريباريغ، كانوا كيتهيئوا كيوجدوا اوكي، كيوجدوا باش يمشيو هما الاحداث. سوندريون اي تي تريست، كانت حزينه سوندريون.
اون في مارين يعني هذيك الام الروحيه. كنقولوا مثلا كنقولوا شي واحد عنده الاب الروحي ديالو، الاب ديالو يعني الاب. هو كيقول امبير ياك بو، كيقول مون بير. ولا كان شي واحد الاب الروحي ديالو يعني كيعلمو وكذا وكيتهلا فيه وكيتعامل معاه مزيان وكيقتبس منه يعني فهمتي، يعني كياخدو قدوة كيتسمى ان باغان. اون ماغان من جاي من ماغ شاق ماغان، وكاين باغان من جاي من باغون ولا من بيغ باغان. اوكي يعني هذه ام روحيه، هذه واحد الجنينيه، ديك الجنيه اللي كتهز ديك العصا السحريه وكترد سوندغيون لابسه اللي بغات وكتعطيها اللي بغات وكتردها جميله في زهره مشات عين، كيدير ديك العصا عرفتو، هذيك تفرجت في راسها متحركه. اون في هذيك الجنيه اللي كطير، هذيك هي الام الروحيه ديال هي هادي اون في ماغين، جنيه ام روحيه ديال سوندغيون. اباغي ظهرات بانت. اوفخا ا سوندغيون، اش عطات؟ عطات لسوندغيون، عطاتها اون كاغوس، عطاتها واحد الكروسه واحد العربه اي دي فيتمون، وعطاتها حويج يعني وهي تبان لاباس عليها وزوينه سوندغيون. او غتمشي سوندغيون كيتا لو شاتو اون بيردون اون دو سي شوسيغ. مع 12 تاع الليل قالت لي حنت، قالت لها الجنيونه اش قالت لها؟ قالت لها شوفي مع 12 تاع الليل هربي هربي، لان ما غتبقايش هاد الكروسه غادي تختفى، الا بقيتي تما غتختفى، وهاد لي فيتمون ما يبقاوش عليك، غتولي عاوتاني مسخه ومبهدله كيف ما كنتي، فهمتي؟ يعني من ضرب 12 تاع الليل هربي في حالاتك، جي لهنايا باش ترجعي كما كنتي. الوغ سوندغيو مي ضربات هذاك 12 دقه تاع 12 تاع الليل في ديك المكانه، وي تما غادا هابطه بالزربه كتجري ياك. بعد بطبيعة الحال لو برانس شافها وعجباتو، ويعني كلشي الناس ديال لي فيلاج كلشي عجباتهم ديك الدريه الشهبه الزوينه اللي سميتها سوندغيون ياك. مني ضربات 12 تاع الليل وهي تهرب، خرجت من لو شاتو من القصر وهي تفقد فرده اون دو شي دو سي شوسيغ، فرده ديال السباط ديالها فقدتها ياك. سوليسيون لو برانس دوموندا ا توت لي جون في دي سي لا شوسيغ. من يبقى ديك الفرده لقاها لو برانس قال لهم هادي تاع ديك الدريه، وجيبوا لي سيرو البوليس، جيبوا لي اي دريه في هاد القريه هادي باش تجي تقيس هاد لا شوسيغ. وخواتاتها من باها حتى هما قيسوا هذيك لا شوسيغ، بغاوها تكون قدهم ولكن جاتهم صغيره، بداك كتركب فيها بحال موكار صحه، وفي الاخر ما جاتش قدها شي وحده وهي تسطى. قلت لي ناري كون جات قدك راني خديت لو برانس. الوغ هي هذيك المهم جات من حتى شي وحده، حتى وحده من الدريات كاملين وحتى خواتاتها ما جاتش قدهم. هو ويجي سوندغيا قال لها تاتي البوليس، قال لها تاتي غتقيسي، قال لها كيقيسي هادي؟ لا انا راه كدا وخدامه عند مرت بوا وهادي. قال لها والو، قال لها لو برانس قال لك اي دريه تقيس. مسكينه وهي تقيسها سوندغيا، ويجي قدها الفرده، وهاديك الامير لو برانس ايل غوتروفا ليلو دو سون كور، لقى هذيك اللي حبها القلب ديالو، اللي انتخبها القلب ديالو، اللي بغاها القلب ديالو. والسيتوياسيون فينال قال لك سوندغيون كيتا لو دومور فاميليال، يعني تركات هذاك المنزل العائلي اللي كان ساكنه فيه مع امها مع بواها ومرت بواها ومع خواتاتها، وتزوجات ايبوزا لو برانس، تزوجات بالامير. ايلزيتي اوغو، وكانوا عايشين بسعاده، عاشوا بسعاده. اذا هذه هي الطابلو اللي شلنا هنايا، هذا هو الطابلو ياك. سيتوياسيون ستابل شطينا فيها، ايفينمون ان اتوندو، لي زيفينمون، لا سوليسيون، سيتوياسيون فينال. هادو فقط مقترحات، ما مكتوبينش جمل، حيت هو قالك هنا ندير لنا دوني بروبوزي، شنو هي المعطيات المقترحه. انا عطيتكم معطيات هنايا، ما مكتوباش قصه مسترسله يعني اون فراز دي فراز اونشيني يعني سويفون ديك لا ستركتور، هذيك لو ديفلوبمون ديال لو ريسي. لا انا حطيتهم بحال موكا غير دي دوني، قلنا في سيسيون ستابل غتكون عندنا سوندريون بيل مير دو في هما اللي هما سور ولو برانس، وقلنا في ليفينمون ان اتوندي غيكون عندنا لو برانس اورغانيزا ان بال، فهمتي هادشي كامل. يعني نتوما هادشي اللي بغيت نقلوه، وقفوا الفيديو وسمعوا لهادشي كامل اللي عاودت لكم عليه، وتفكروا القصه اللي عاودت لكم ديال الطفل اللي اختفى في البحر
ولقاو في الاخر باش تعقلوا على اي قصه كتبوها بهذا النوع هذا. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. انا حاولت نبسطه باش يكون قد الافهام ديالكم وباش تعقلوا مزيان حتى الاحداث اللي كنقول انا متاكد انها غترسخ في الاذهان ديالكم. وغتبغى تكتب اي قصه غتفكر غير قول الدري تختفى، قول اذا انا غندير ايفينمون اناتوندي هنايا، حتى انا غندير واحد الحدث اللي غادي يغير ليا، il va changer il va perturber هذيك لو ريسي. Alors, on commence tout d'abord avec la situation stable. Tout est calme, tout est en équilibre, tout est normal, tout est normal. Puis, il vient un événement inattendu qui va perturber, qui va changer le récit. Des événements après événements, événements après événements, jusqu'à la solution. On trouve ce qu'on a cherché, ce qu'on cherche. Le héros ou bien l'héroïne, le héros ou bien l'héroïne va trouver sa quête, va trouver son trouvail. Il va trouver son trouvail. Ok? Et puis, la situation finale, c'est comme la situation initiale. Tout est calme, tout est en équilibre. Tout le monde vit heureux comme auparavant, comme au début. Ok? Donc, c'est ça ce qu'on va discuter, nous les élèves, avec notre professeur dans cette séance d'activité orale. Mais tout ça se passe oralement. Donc, le professeur va négocier avec ses élèves de classe le projet, deux projets. Le premier projet, c'est deux projets de classe et le deuxième projet, c'est le projet du groupe. Je viens de terminer cette vidéo. Je souhaite qu'elle sera utile pour vous tous. Si vous avez des questions, des propositions, des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas de me commenter, de me faire des commentaires. Et je suis prêt toujours. Je suis prêt toujours de vous aider. De vous aider à résoudre les problèmes ou bien les obstacles. Les obstacles qui vous empêchent à rédiger cette nouvelle. Donc, merci. Merci, mes chers élèves. Merci pour votre soutien, votre attention, votre écoute jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. Merci à vous tous et à très bientôt.